الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الثالثة: إن قلت وما ميقات ذي الحليفة ومن الذين يحرمون منه؟ الجواب: ميقات ذو الحليفة وتنطق هكذا بضم الحاء وفتح اللام، هو ميقات الإحرام لأهل المدينة ومن كان على سيمتهم من خلفهم، وكذلك ميقات الذين يمرون به وإن لم يكونوا من أهل المدينة فإنهم يحرمون منه كذلك، وهو أبعد المواقيت عن مكة، وتقدر المسافة بالكيلو مترات بما يقارب 430 كيلو متر، وقد حددها العلماء الأوائل بعشر مراحل، ويبعد عن المسجد النبوي ما يقارب 14 كيلا. فإن قلت ولماذا سمي ذو الحليفة؟ الجواب: نقول لأن فيه نباتا كثيرا يقال له نبات الحلفاء، وقد سماه بعض الناس بمسجد الشجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه إلى مكة للحج والعمرة كان ينزل تحت ظل شجرة قريبا من مسجد ذي الحليفة يصلي عندها، ثم يهل محرما بالحج أو العمرة، ويسميه بعض العامة بمسجد الميقات لأنه كذلك أحد المواقيت المعينة بالنص النبوي، وكثير من العامة الجهال يسمونه بأبيار علي، وترجع هذه التسمية إلى اعتقاد فاسد، وهو أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قد قاتل الجن في آبار هناك، وهذا كذب ظاهر الكذب أو ظاهر البطلان، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي رضي الله تعالى عنه أرفع قدرا من أن تثبت لمقاتلته الجن، ولا فضيلة للآبار هناك مطلقا، ولا مذمة أيضا، لا تذم ولا تمدح، وما يفعله كثير من الرافضة ومن يتشبه بهم من العامة الجهال من أنهم يرمون بعض الأحجار في هذه الآبار من باب الاقتداء بعلي في محاربة الجن، هذا كله مبني على اعتقاد فاسد، وما بني على الباطل فهو باطل.